Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. أولوية كتشوف في الحياة ديالو وفي الأفكار ديالو إلى آخره، ولكن ملي كنشوف هذا كنشوفو بأنه حق مناقضة تماما بالنسبة للتنظير للسياسة من خلال التجربة الغربية. ذكرتي هيجل، ماكيافيل، كل منو إلى آخره، كل العلم السياسي الحديث مبني على ان السياسه واحد الناحيه ما نقدرش نقول كاع كتستبعد كاملا المورال والاخلاق، ولكن كاين واحد النوع ديال سيباراسيون بيناتهم. هناك اظن بانه ماشي فقط هذه الفكره ان التناقض بين الاخلاق وبين السياسه مثل فقط عن ماكيافيل والضرب الى اخره. طرطوشي في الادب السلطاني، طرطوشي كان عالم بلدي الى اخره، كاين واحد القضيه كتوجهها للعالم كيقول انت اللي باغي تصلح الرجل السياسه والحاكم الى اخره الفاسد، كيقول لي اما غادي تبغي تصلحو غتولي تبرص الفاسد، لو كنت تقول ما يصلح ابعد منه. كنظن بانه فوالا هذه العلاقه بين الاخلاق والسياسه كتمكن انه في جانب اللي يمكن يبين لنا الى حد ما علاش حسب اليوم كان ما نجحش في التجربه، نجح بواحد معنى لانه وكان راجل ديال السياسه بمعنى الباكيفيلي غير في السلطه باي، ولكن كانت الاخلاق عنده اولويه وما كانش الثمن انه يبيع الاخلاق في سبيل السياسه. واظن بانه كتجعلنا كنظن انه الرجل اخلاقي في مجال السياسه ما مكتوبش لنا على حسب. دونك لا ادري واش المجتمع المصري اذا كان مصري ممثل في الانتخابات واش غيكونوا بحال بحال، لا ادري. ولكن في السيدي هو اللي ترجم كتاب ديال ارسطو اخلاق الاخلاقوس، الفصل التاسع ديالو تكلم على الصداقه، من الصداقه ننتقل الى السياسه، واعتبر ان العمل السياسي مبني على مثلا على العمل بين مجموعات مهنيه، والمجموعات المهنيه هي على صداقات. كثير ديال المفكرين المعاصرين خداو هذه المسألة ديال الصداقة، أي هذه العواطف خداوها اليوم في الجنبها السياسي، واعتبروا أن الرابطة الاجتماعية اليوم يمكن تكون هي الرابطة ديال الصداقة، قبل الزواج قبل أي شيء في الحياة الاجتماعية، وبالتالي أصبحت الصداقة اليوم تمثل قيمة أخلاقية عند بعد السياسي. ربما يمكن أن نعود إلى محمد الحسن المصري ونبحثوا في هذا لي زيموسيون بوليتيك، لي زيموسيون بوليتيك العواطف السياسية اللي حاضرة بقوة في الفكر يعني السياسي المعاصر، خصوصا الفكر الإنجليزي اليوم موجودة أغسطس ساكسون ألماني الألماني كامل، ولكن نقلا عن الإنجليزي يعني ماشي، ولذلك هذا بالنسبة للجانب الأخلاقي عند أم حسن الوزني، أعتقد أنه لخدمنا المغرب لزعمائه وطوائفه، لا وجود لشخص مارس السياسة بأخلاق، لا وجود، وكنعطي أمثلة خطيتهم عن شيخي الأمين حمزة اللي مبقاش معنا في هذا. الأمين حمزة عاش على الزعيم في الخمسينات، كيحكي لي بعض القصص، وحدة
واحد من الاعيان ديال الدار البيضاء بغى يعاون الحزب، قال له مرات الا كان من الممكن يشرف لي الزعيم يجي الدارين فخبير بلغوا الدعوه. جا سالت سميتو السيد جبد الشيك وقال الزعيم ولا الشريف ديال المبلغ اللي بغيتي، قال لهم قيامه اتهم الناس ديال الحزب اللي هو جيتو كتسعاو بيا. حالة أخرى اللي كان الناس اللي تعينوا مقدموا شيخ و بورقة من أي حزب كان طلبوا منه بعد الإخوان باش توصية اللي كذا اللي هو شنو حاجة جبنا الاستقلال الشوري. حنا جبنا الاستقلال ديال المغاربة بغا حزب الاستقلال داكشي اللي كيدير شغلو. أنا ميمكنش نعطي بطاقة نوقعها تبقى عند شي واحد من السلطة أنني كنت الله يجزيك بخير إلا معين. هذه القضية الأخلاق كان مبهانة بفشل الزعيم وأنا شوري سعيدة تربية المتقلد في المناصب القيادية الحزب جعلت الحزب ينحدر في زمانه، لأن الانفصال كان في 59 الديناميات اللي كانوا محركين الحزب عبد الهادي ابو طالب وابن سودا مشاو مع التيار ديال المبركة خا محمد بن حسن بوحدو، ماشي من الخطباء ماشي من المختلطين الناس ماشي من المهرجين، راجل اخلاقي اللي بغا يجي للحزب راه كيعرفو مرحبا به. اما باش انا ندير الدعايه ولا ندير المهرجانات، لذلك من 59 حتى دار الحزب 65 ديال حزب الدستور الديمقراطي والحزب منحدر. الانتخابات اللي كانت بعد الدستور وانضم الى جبهه الدفاع عن المؤسسه الدستوريه فديك راه ما نجحش في الانتخابات الاولى حتى تعاودت. علاش؟ لانه رجل اخلاقي يعني وكيدير السياسه وشخصيا كنقول لك يكون اخلاقي 100% خصو يبقى مدير، ولكن اللي معاه خص الناس اللي كيديروا السياسه. انا عندي غير اشاره بسيطه. نعم. نطفي السيد كان يسمع. ومن تلامذه محمد عبده. خير دير مدرسه محمد عبده. وهنا كيف الفكر ديال محمد عبدو ساهم في تطوير الليبرالية، يعني خداه وقال لك اللي خداه محمد عبدو لطفي السيد مسلم وتلامذة محمد عبدو من الحلقة ديال محمد عبدو ومن الحلقة ديال محمد عبدو خرج هو خرج من التيار السلفي واعتنق الليبرالية ونظر الليبرالية من خلال بعض مواقف محمد عبدو لهذا خداه كيف قال كما خرج واصل من الأشاعرة واعتزل. أن نحافظ في جميعا على إنسانيتنا سواء كنا منتخبين أو منتخب، لأننا نفقد نهدي ربا كهضر للإنسانية في الأسواق الانتخابية ديمقراطية المسمات ديمقراطية، حيث أصبحت العملية الانتخابية هي أشبه بالسوق التي يباع فيها كل شيء بما فيه من الإنسان، أصوات تباع وتشترى، بمعنى كيف نعيد الأخلاق تخليق الحياة السياسية، هذا هو المدخل. أعتقد أن هذا جانب مع ميكافيليندي ومع يمكن يرون أن العواطف مجال هو حياة العشاق. أعتقد أن هذا رأي له أصول الفلسفة اليونانية إلى يومنا هذا، لكن قضية عودة العاطفي أعتقد أو العواطف في مجال الأخلاق خصوصاً في ما يسميه الأستاذ هذه عواطف الرحمة والإحسان، هذه التي تظهر
ميل الإنسان نحو الضعف الإنساني وتعاطف الإنسان مع صورته الأخرى بغض النظر عن عرقه، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن ثقافته ولونه، لأنه ميل الإنسان في اتجاه الإنسان الآخر ورفض الإنسان للإنسان، إغاثة الإنسان للإنسان. طبعاً هو الراحل الوزاني رحمه الله هو يجد أكثر من إنسان من أجل أن يبرر هذه الحاجة إلى عودة هذا العاطفي مثلما عودة الأخلاقي، لأنه معه كما ذكرت سلفاً تصور أن الأخلاق هو مجال سلوك الفرد ليس مجال سلوك الدولة. لكن انتبهوا إلى أنه في قراءة الوزاني الخاصة لي مفهوم التسلط، والتسلط يمكن أن يصدر عن وجود فردي كما يمكن أن يصدر عن وجود جماعي تمثله الدولة بعنفها، سواء العنف المشروع أو غير المشروع. إن الدولة لا تمارس فقط العنف الذي يتيحه القانون في إطار عمليات الطب التي يسمح بها القانون، لكن أيضا تمارس عمليات عنف غير مشروع بمبررات وبدرائع. سمعنا في الصباح بعض المداخلات التي تناولت هذا الموضوع، لكن اعتقد ان عوده الاخلاقي الان حاجه اليوم ملحه في الحياه السياسيه، لانه ان يبقى اسمحوا لي ان يبقى الاخلاقي فقط مجال التنظير هو يعني فتح المجال واسعا ان يظل في متحكما في الساحه من يسميهم الوزاني بالصماصرة. فإذا هل نقبل أن نباشر عمليات سياسية هي عبارة عن سمسارة وبيع وشراء ومساومة؟ أعتقد أنه نحتاج للعودة لإعادة تعريف السياسة على الأقل كما حددها أرسطوفل في حديثه عن كتاب السياسة. أعتقد لأنه المسألة وكان الإنسانية ليست في تقدم إنها في نقص. فالعودة إلى الأخلاقي هي التي من شأنها أن تدفعنا في اتجاه بارقة الأمل التي بإمكانها وحدها أن تنقذنا وتنقذ وجودنا. نحن نصب أن نعيش بدون سياسة، إما أن نباشر السياسة ونعيد صياغتها وتعريفها وبالتالي ضبطها بقوانين تسمح بعيشنا وبمساهمتنا النظيفة في هذه البيئة، أو أن نقبل به استقالتنا الجماعيه ونترك السوق لاصحابه. اعتقد ان الاستقاله لم تكن خيارا للوزاني رحمه الله، لم يختار الاستقاله. نعم صحيح انه مات وفي نفسه غصه مثلما ان الاحرار ينتقلون في هذا البلد وفي كل البلدان التي تعيش امراض. الوزاني نحن نسميه المرض المزمي. ورحل عنا ولم يرحل مرتاحا، ورحل وفي نفسه غصه ان النموذج الذي كان يتوخاه ويبتغيه ويسعى إليه لم يتحقق. إذا بالتالي أفكاره وأيضا حركته في الواقع منيت بصد، بعمليات صد ومقاومة وتجاهل وإهمال حتى بعد رحيله. أعتقد أن هذا فيه كفاية. شكرا.